حضرنا صباح هذا اليوم نيابة عن السيد رئيس جامعة الموصل المسابقة القرآنية الرمضانية التي أقامتها كلية إدارة واقتصاد قسم المحاسبة. هذا النشاط الإيماني يتلائم مع حرمة هذا الشهر الكريم وضمن تشجيع المواهب العديدة لطلبة الأعزاء، ومن الله نستمد العون والتوفيق. مسابقة لحفظ وقراءة القرآن بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم بهدف تعزيز ودعم الحفظ من القرآن الكريم وتلاوته، وبهدف تعزيز القيم الإسلامية في هذا الشهر الكريم. نتمنى من الله أن نكون قد ساهمنا في دعم رسالة الإسلام، وهي رسالة التسامح والأمن والأمان، ونتمنى من الله أن نتفاعل دائما في تعزيز هذه الروح، روح السلام بين أفراد المجتمع. المسابقة الرمضانية الكبرى في تلاوة القرآن وحفظه، وحقيقة هذه البادرة الكريمة الطيبة لتعد خطوة إيجابية نحو تثقيف طلابنا بثقافة القرآن الكريم وعلومه الكريمة، وإن هذه البادرة الطيبة لتنم عن الوعي الكبير لدى عمادة الكلية الموقرة وقسم المحاسبة من أجل أن يكون القرآن الكريم دوما في صدور أبنائنا وبناتنا. هذه المسابقة التي أقيمت في هذا اليوم المبارك ضمت فئتين ثنتين، الفئة الأولى فئة تلاوة القرآن الكريم، والفئة الثانية هي فئة حفظ القرآن الكريم. وفي كل فئة كان عندنا متسابقين الذين أدوا أداء جيدا وجميلا. طبعا نتمنى من الكلية الموقرة أن تستمر في مثل هذه المبادرات الطيبة، شاكرين جهود السيد رئيس الجامعة لدعمه المتواصل لجميع الأنشطة في هذه الجامعة العريقة.